بالإجابة سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الآن الفرصة. كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة. أحبائي مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أسرع جاوب. أسرع جاوب هي حصة حبوها كاع الأطفال وحبوا يحضروا معنا كامل، لأنه أطفالنا عندهم روح المنافسة ويحبوا المعلومات ويحبوا يتعلموا أشياء كثيرة. وأنتم الأولياء تحبوا أولادكم كي تكون عندهم ثقافة عامة ثرية ويكونوا يطالعوا كامل. إذن جميل جميل جدا. إذا إلى حبيتوا تحضروا معنا هنا كما أصدقائنا اللي رام هنا، ما لكم إلا توجهوا موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ولا عن طريق صفحة الفيسبوك ولا حساب الإنستغرام عمويزيد تيفي. مرحبا بكم. اليوم معنا بنتي ملاك. واش راكي ملاك؟ لاباس. لاباس؟ كيف فرحانه لك انا؟ حنا ترينا فرحانين. مول فات شوفي هذه الحصه في التلفزيون. واش عجبك فيها؟ واش كل شيء؟ كل شيء عجبك وتعلمتي منها بزاف حوايج. برافو. واش عجبتي معدل بنتي؟ 9.56. 9.56 الله يبارك. والديك فرحوا بك؟ شويه قالوا لي شويه قالوا زيدي شويه. ماذا بهم تجيبي 10 على 10 ولا 11 على 10 كاع يا اخي. برافو برافو. انيس بلدي واش راك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شاطر في الدراسه؟ تعجبك معدل 8.56. الله يبارك. 8.56 جميل جميل جدا جدا. والديك فرحوا ولا قالوا زيد شويه؟ زيد شويه. زيد شويه. اي برافو. بالتوفيق بالتوفيق وليدي. مورف تشوف هذه الحصه في التلفزيون على قناه عمو يزيد تي في. برافو. واش يعجبك فيها؟ كلش ثاني. واش الفقره اللي تعجبك؟ تربية إسلامية. تربية إسلامية. وانتي واش الفقرة بنتي؟ ثقافة عامة. ثقافة العامة. برافو برافو برافو. إذا حسيت أسرع جواب معنا عندنا متنافسين، وين أنا راح نطرح عليكم سؤال. لازم الأسرع اللي يضغط على الزر هو اللي عنده حق في الجواب، ولكن زميله ينتظر حتى ينتهي من الجواب. إذا ما توفقش ينتقل حق الجواب لزميل الآخر. يا أخي نبدأ على بركة الله. إذا راح نبدأ بفقرة الثقافة العامة. اضغط على الزر بسرعة. السؤال الأول في فقرة الثقافة العامة، ما هي عاصمة السودان؟ الخرطوم. الخرطوم. برافو برافو. إذا عاصمة السودان الخرطوم. أين يقع نهر النيل؟ في مصر. في مصر. برافو برافو. هو أغلبه في مصر ولكن يمر على السودان كذلك. إذا في مصر، مصر الشقيقة اللي نحيوهم، كذلك السودان اللي شاهدونا وشاهدوا قناة عمو يزيد ويرسلونا يرسلونا بزاف أصدقائنا من جمهورية مصر ومن كذلك من دولة السودان كذلك. إذا تحية لكم إن شاء الله، وتقدروا تشرفونا كذلك أنتم وتحضروا معنا. مرحبا بكم، ولنزوركم في يوم من الأيام إن شاء الله بحصة من الحصص. في أي بلد يعيش الكنغر الأسترالي؟ أستراليا. أنا أعطيتهم الجواب. معليش معليش نحسبوها الأنيس. باش نقرأ الجواب ونقول لكم في أي بلد يعيش الكونغور. قلت لكم الكونغور الأسترالي. يا أخي أيا معليش الأنيس. نقطتين لأنيس نقطة لملك. معليش. يلا. من هو قائل العبارة العقل السليم في الجسم السليم؟ من هو الفيلسوف الذي قال العقل السليم في الجسم السليم؟ فيلسوف. تعرفوا أسامي الفلاسفة؟ أفلا ما عرفتوهاش؟ معلش. قائل هذه العبارة العقل السليم في الجسم السليم هو أفلاطون. أفلاطون مفكر أفلاطون. السؤال الآخر، ما هو أسرع المخلوقات البحرية؟ سمكة التونة. التونة. برافو برافو. إذن سمكة التونة هي أسرع سمكة من المخلوقات البحرية. إذن ملك اثنان وأنيس اثنان. منافسة كبيرة. إذن أسرع المخلوقات البحرية هو سمكة التونة. نروح دوك الفقرة التربية الإسلامية. اضغط على الزر بسرعة. تحبوا فقرة التربية الإسلامية؟ نعم. جميلة. عندكم دين الإسلام، مبادئ دين الإسلام مبنية على روح الإخاء، مبنية على التعاون، مبنية على المحبة، مبنية على الاحترام. كل هذا الشيء موجود في مبادئ ديننا الحنيف. إذا الحمد لله على نعمة الإسلام.
التربية الإسلامية في كل مرة نحب أولادنا يتعلموا مبادئ من مبادئ الدين الحنيف باش المجتمع تاعنا يسودوا روح الإخاء والسلم والسلام. وشفتوا كي تكون هكذا حومة ولا بلد هكذا وين فيه الناس تحب بعضها بعض، إلقاء السلام، تفشي المؤاخاة والتعاون وكامل، تشوفوا الناس كلها مرتاحة. إذا احنا نحبوا بلدنا تكون هكذا، وهذا الشيء ما يكون إلا بمبادئ ديننا الحنيف. يا أخي أحبائي، ما هو الطائر الذي كلم سيدنا سليمان عليه السلام؟ كاين طائر معروف، طائر اللقلق. لا لا، مش اللقلق، طائر. ما شفتوش قصة سيدنا سليمان على قناة عمو يزيد تي في؟ أنا أشوفها بالصحة. ما شفتش؟ ما عقلتش؟ إذن قصص الأنبياء دائما يوميا على قناة عمو يزيد تي في، وكان بعض الفترات هكذا وين نديروا حتى قصص أفلام قصص الأنبياء وين مستوحاة من القرآن، هي قصص من القرآن على كل حال. ما اسم الطائر الذي كلم سيدنا سليمان؟ الهدهد. سيدنا سليمان أخي معروف. إذن هدهد سيدنا سليمان أنيس، ثلاث نقاط وملك نقطتان. جميل 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 جدا. ما هو أول جبل وضع على الأرض؟ أول جبل وضع على الأرض، يلا نسهل عليكم، في أي مدينة؟ في أي مكان؟ مكان مكرمة. برافو برافو برافو. أول جبل وضع على الأرض هو جبل أبي قبيس في مكة المكرمة. برافو برافو أنيس، سهلت عليكم اسم الجبل، بلك جاكم شوية صعيد. كم عدد آيات سورة الإخلاص؟ 21. لا سورة الإخلاص، هي تعرف في سورة الإخلاص؟ تقدري تقولي هنا، قولي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه فيها 30 آية؟ لا أقل شوية. يلا أربعة. إذن الملك بنتي أربع آيات في سورة الإخلاص، كنت تفكري بالك في سورة أخرى. إذن سورة الإخلاص فيها أربع آيات. كاين سورة ذكرت فيها البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مرتين، ما هي السورة؟ يلا، سورة ذكرت فيها البسملة مرتين، هي سورة حيوان صغير صغير، سورة حيوان صغير يمشي عنده صغيرة. ها؟ يلا سورة النمل. برافو برافو برافو. إذن سورة النمل، سورة النمل وتعرفها؟ فكرت فيها وما كنت سريع، معليش. إذن أربعة. الله يبارك ملك وأنيس، أربع نقاط لأربع نقاط. إذن ذكرت البسملة مرتين في سورة النمل. ما هو الحيوان الذي ارتبط اسمه بسيدنا صالح عليه السلام؟ الجمل. مش الجمل، حاجة أخرى. ماكش بعيد، ماكش بعيد. أنثى الجمل اسمها الناقة. الناقة، ناقة سيدنا صالح، معروف معروفة القصة وتابعناها على قناة عمو يزيد تي في. إذن ارتبط اسم سيدنا صالح بالناقة. نروحوا درك أحبائي الفقرة تاريخ جغرافيا وعلوم. اضغط على الزر بسرعة. اذكر شخصيتان من النضال السياسي الجزائري. أنا عبد القادر وعبد الحميد بن باديس. النضال السياسي يعني ما هوش النضال المسلح. الأمير عبد القادر كان قائد عسكري. يا أخي عبد الحميد بن باديس كان مناضل سياسي، ولكن يخصك اسم ثاني. كاين القادة اللي كانوا عسكريين في الجزائر اللي فجروا ثورة التحرير والمقاومة الشعبية، وكلهم كانوا قادة عسكريين، ولكن كانوا هناك كذلك قادة سياسيين اللي كانوا يقودون المفاوضات السياسية واتفاقيات إيفيان، كانوا في الأمم المتحدة، كانوا يناضلوا
سياسيا من أجل استقلال الجزائر. إذن عبد الحميد بن باديس هو يلا. إذن أحبائي القادة السياسيين تبقتنا عبد الحميد بن باديس، كيفاش تديروا؟ نعطوا له نقطة ونعطوا له نص نقطة، ما نعطولوش. لجنة التحكيم قالت لك يا اسمين يا مكاش، أنا قلت شخصيتان. معلش. أنيس عطانا اسم واحد، لجنة التحكيم قالت لك لا لازم نكونوا، لازم العدل يا أخي، خلاص لازم العدل. إذن كذلك كان الأمير خالد ابن نجل الأمير عبد القادر كان قائدا سياسيا كذلك. لازم تفرقوا بين القادة السياسيين والقادة العسكريين يا أخي. برافو. ما هو أقرب كوكب إلى الشمس في مجموعة الكواكب الشمسية؟ الأرض. لا لا، أقرب كوكب إلى الشمس. المريخ. لا لا. زحل. لا لا. أقرب كوكب إلى الشمس. عطارد. يلا. كيف تصنف الأغذية حسب التركيب؟ كيف تصنف الأغذية حسب التركيب؟ نشويات. لا 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 لا، يعني كاين أغذية فيها عدة مواد وكاين أغذية فيها مادة واحدة، واش يقولوا؟ يكونوا فيها عدة مواد، واش يقولوا؟ أغذية فيها عدة مواد، أغذية متنوعة. لا لا، تشمل كل. ايه، واش معنى الكلمة؟ واش نقولوا؟ مو مختلفة. لا لا، مرا مرتبة. لا لا، مش مرتبة، مرا فيها عدة أشياء. شو نقولوا؟ معلش عمو يزيد رح يجاوب. الأغذية تصنف حسب التركيب، كاين أغذية بسيطة وأغذية مركبة. أوكي، إذا شوفوا معنا، تصنف الأغذية حسب التركيب إلى أغذية بسيطة وأغذية مركبة. تمتلك الجزائر موارد طبيعية متنوعة، أذكرها. ما هي الموارد الطبيعية للجزائر؟ سطحية. لا لا، الموارد الطبيعية. الجزائر عندها موارد، خيرات، عندها خيرات طبيعية. ما هي؟ البترول. البترول هو واش يعني؟ هو مورد طبيعي. واش البترول هو؟ واش هو؟ معليش، البترول واش الاخر؟ والغاز. والغاز هذه واش هما؟ هادو موارد طبيعية طاقوية. طاقوية صحيح. مازال باقي موارد أخرى طبيعية، وش هي؟ الجزائر تمتلك عدة موارد طبيعية طاقوية، هضرنا عليها بترول وغاز، وش تاخذ؟ الخشب. الخشب. إيه؟ الخشب من يجي الخشب؟ الأشجار. من الأشجار. الأشجار وش هي؟ كاين أشجار، كاين وش الموارد الطبيعية وش هي؟ وش كاين تاني الموارد الطبيعية؟ المعادن. المعادن، برافو. المعادن، الموارد الطبيعية المعدنية. كاين المعادن في الجزائر عديدة عديدة. والأشجار كامل واش هي؟ موارد طبيعية. واش نديرو احنا في الأرض كامل؟ زراعية. زراعية، فلاحية وزراعية. برافو برافو. إذا في الجزائر ثلاث موارد طبيعية اللي هي معدنية، طاقوية، وفلاحية. فلاحية. برافو. إذا نقطة لملك. إذا ملك 6 نقاط وأنيس 5 نقاط. برافو 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 برافو. السؤال الخامس في تاريخ جغرافيا وعلوم، نحب هذه الفقرة أنا. فيما تتمثل الموارد الفلاحية؟ فيما تتمثل الموارد الفلاحية؟ واش نحتاجو باش نديرو الفلاحة؟ بذور. إيه، موارد، موارد. يلا، بذور. الماء. الماء، برافو. الماء واش الاخر؟ واش نحتاجو؟ الماء والذره. التربه. التربه الخصبه. التربه الخصبه. معليش، والثروه الحيوانيه.
نعطوهم نقطة نقطة، نعطوهم نقطة نقطة، كل واحد جاوب على شطر من سؤال. جميل 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 جدا. نروح ندرك الفقرة جزائرنا. اضغط على الزر بسرعة. فقرة جزائرنا هي الفقرة وين تعرفوا على الوطن الحبيب، تعرفوا على عدة أشياء في الجزائر. تحبوا الجزائر؟ نعم. تحبوا الجزائر كامل، بلدنا الوطننا الحبيب اللي ضحوا عليه 1.5 مليون شهيد، وخاصة وإحنا في هذه السنة ستينيات الاستقلال، أحبائي 60 سنة عن الاستقلال. السؤال يقول: في مدينة باتنا، تعرفوا مدينة باتنا الجميلة، يوجد موقع أثري تاريخي مشهور، ما هو؟ كان موقع أثري جميل في باتنا، في ولاية باتنا، في ولاية باتنا كان موقع أثري جميل. تعرفوا المواقع التاريخية الأثرية؟ واش تعرفوا؟ واش تعرفوا؟ كان واحد جاي في ولاية باتنا يديروا فيه مهرجان دولي. قلعة بن حماد؟ لا لا، بن حماد ماشي في باتنا، ماكش بعيد. هذا الموقع الأثري يديروا فيه مهرجان، مهرجان غنائي، ويجوا الفنانين من كل، كان هو مهرجان غنائي دولي. تيم جاد تعرفها؟ تيم جاد جميل، موقع أثري جميل جدا 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 في ولاية باتنا. تحياتنا لكل سكان مدينة تيم جاد، ثم كذلك أحبائي لازم نزوروا هذا الموقع الجميل. في ولاية ميلا، تعرفوا ولاية ميلا؟ ولاية ميلا جميلة. يوجد سد معروف وهو أكبر سد في الجزائر، ما اسمه؟ بني هارون. يلا، سد بني هارون في ولاية ميلا، لازم تعرفوه، سد كبير 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 جدا، مفخرة 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 في الجزائر، يمد 5 ولايات بالماء، أكثر من 6 مليون نسمة يشربوا من هذاك السد ويمدهم بالماء. وكذلك أهمية كبيرة تاع السدود في الزراعة وشرب الماء وكذا. يا أخي أحبائي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم، الماء هو الحياة. توجد في العاصمة الجزائرية الجزائر حديقة تعد متحفا فعليا للطبيعة، ما هي؟ كان حديقة جميلة، حديقة الحيوانات؟ لا لا، حديقة متحفا طبيعيا، يعني فيها الأشجار، فيها جميلة جدا، حديقة هنا في الجزائر العاصمة، حديقة جميلة 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 جدا، فيها هبكم فيها أشجار عندها مئات السنوات، يعني أشجار معمرة كما يقولوا، كبيرة كبيرة في السن. حديقة حديقة التجارب. أحبائي، اسمع مو يزيد دائما يقول لكم الحرف الأول، ولا كيفاش دركا؟ أي معليش. حديقة التجارب تعد متحفا جميلا 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 جدا جدا، لازم زرتوها؟ رحت لها حديقة التجارب وانت رحتي؟ مازال لازم تروحي. إذا والدين ملاك، راني نقول لكم لازم تاخذوا ملاك. عندك خواتاتك وخوتي؟ لا لا، وحدك؟ ايه. ما نفش انت، الله يبارك بنتي، الله يبارك. اذا والدين ملاك عليكم باش تاخذوا ملاك لحديقة التجارب، من غير المعقول انه ملاك تكون هنا وما تشوفش حديقة التجارب. يا اخي بنتي ان شاء الله تروحي تشوفيها وتستمتعي بها. اذكر 4 مدن ساحلية جزائرية. وهران، عنابة، مستغانم، والجزائر العاصمة. برافو 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 برافو. إذن الساحل الجزائري طوله 1200 كيلومتر، طول تاع الساحل الجزائري أنيس. برافو برافو لدي. إذن مدن ساحلية جميلة جميلة، عندك مدن من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، يعني مرورا من مرسى بن مهيدي، مرورا بعين تيموشنت، غزوات، وصولا حتى القالة، يعني في أقصى الشرق الجزائري، شواطئ جميلة 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 جدا. برافو برافو برافو. شرق مدينة عين الدفلة يوجد حمام معدني طبيعي مشهور، ما هو؟ مش بعيد عن الجزائر منها، كان حمام معدني مشهور مش بعيد في ولاية عين الدفلة، مش بعيد على 5 مليان كذلك منها برك. حمام ري معروف، راح
رحتوا الحمام المعدنية تعرفون؟ ما رحتوش؟ والديهم لازم تاخذهم الحمامات المعدنية الجزائرية جميلة جدا. حمام ري؟ معلش عمو يزيد يجاوب عليه، هو حمام ريغة. حمام تسمعوا به؟ حمام ريغة جميل 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 جميل. إذا حمام ريغة موجود شرق مدينة عين دفلا في ليوتور، يعني في أعالي ولاية عين دفلا. إذا انتهى التنافس بتسعة نقاط لملاك وثمان نقاط لأنيس، فوز ملاك. عمو يزيد يعطيكم الهدايا، يعطيكم الهدايا. إذا ملاك تحبين الباز لبنتي؟ نعم. إذا ملاك عمو يزيد يهديك هذا الباز الجميل اللي هو عبارة عن باز عمو يزيد متواجد في كل المكتبات، وكذلك لأول مرة مجلة عمو يزيد. تحب المطالعة؟ نعم. مجلة عمو يزيد فيها قصص وفيها فقرات جميلة جميلة جدا. أنيس وليدي ما خلوكش تروح يدك فارغين، عمو يزيد يهديك هذه المجلة هذه الجميلة، مجلة عمو يزيد لأول مرة، إن شاء الله تستفاد بها وليدي. إن شاء الله. شكرا شكرا. أشكر والدي على هذه المشاركة، وأشكر قناة عمو يزيد على حسن الاستضافة. وانا مبقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في حلقه جديده من حصتكم اسرع جاوب. واحبائي اذا حبيتوا تشاركوا في هذه الحصه هذه ما عليكم الا توجهوا لموقع الانترنت عمو يزيد .com ولا حساب الانستغرام ولا الفيسبوك عمو يزيد تي في. نحبكم، سلام احبائي. بالاجابه سارع، كن مختلفا وبارع، واخذ من صاحبك الان الفرصه، كن منتبها وسامع، لعبا وعلما نافع، اضغط على الزر بسرعة.